بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، أعزائي الصيادين، نعود معكم من جديد، معكم أخوكم الصياد الحداق حميد دشتي بإسماعيل. اليوم التاريخ 1/6/2023، اليوم يوم الخميس. موضوعنا اليوم راح يكون بحري، اليوم راح يكون عن فنون وأسرار الصيد، صيد الأسماك. والسؤال يقول: هل ترى الأسماك الألوان أو اللون؟ الجواب عزيزي الصياد، الأسماك لا يستطيعون رؤية كل الألوان التي يستطيع البشر رؤيتها، لكن يرون بعضها. فالأسماك قادرة أيضا على رؤية الأشعة الفوق البنفسجية، حيث لا ترى عيون الإنسان سوى الظلام. معظم الأسماك لديها رؤية لونية. الأسماك لا ترى ما نسميه اللون الرمادي. الأسماك ترى الألوان والأشياء بشكل مختلف عما نرى نحن البشر تحت الماء، ولا يقتصر على ألوان الضوء التي يرونها بشكل مختلف عن البشر. ضوء الشمس، ضوء الشمس متناثر تنعكس في المياه، فالأسماك تشعر بها. بما في ذلك فرائسها التي تختبئ تحت سطح الماء مباشرة أو تحت سطح البحر. الأسماك قادرة على التمييز بين الألوان بطريقتها الخاصة، لذا الضوء أو أشعة الشمس مهمة جدا جدا. وأيضا بعض الأسماك ترى الألوان في الظلام. تمتص خلايا الدم الحمراء في معظم الأسماك الضوء من خلال الماء، لذلك تظهر معظم الأسماك سوداء أو رمادي اللون. وأيضا بعض أنواع الأسماك، أسماك الأعماق، أسماك أعماق البحار تنتج ضوءها الخاص بها. وبعض الأسماك تبعث الضوء لجذب الفريسة. عزيز الصياد، أعلم أن للأسماك حواس أكثر من 6 تتجاوز البصر لتحديد مصادر الغذاء والفريسة. عندنا الحاسة رقم 1 اللي هو العين، فالعين ترى في كل الاتجاهات، ترى من فوق، من أمامها، من تحتها، من خلفها، من كل الجوانب، يعني 360 درجة ترى الأسماك، وترى أيضا في الظلام، وترى أيضا من بعيد، وأيضا ترى في الليل وفي المياه الدلخة أو المياه العكرة أو مياه الطينية. السمكة ليس لها جفون، فلذا هي حساسة ضد ضوء الشمس. هذه حاسة رقم 1. عندها طبعا الحاسة رقم 2 اللي هو الأنف، أيضا عندها حاسة الشم جدا جدا قوية، تفوق حاسة الشم البشر وأيضا الكلاب البوليسية كرم السامع. فحاسة الشم عندها جدا قوية السمكة. عندها أيضا حاسة أخرى، فهي هذه البراطم أو الشفايف، فهي تحس وتتذوق الطعوم الطبيعية، لأن ليس لديها لسان أو شبه لسان، فتتذوق الطعوم الطبيعية بشفايفها أو براطمها. عندها أيضا غدة المخ أو حاسة المخ، فهي أيضا من الحواس، فهي تستخدمها كالبوصلة وأيضا لتحديد طريقها في البحر، في الظلمة، أيضا في المياه الطينية، فهي مثل بوصلة عند الحمام الزاجل. وأيضا تحدد أو تميز المعادن بهذه الغدة أو المخ. أيضا عندها حاسة أخرى، حاسة السمع تحت الغشاء أو تحت الجلد، فعندها حاسة قوية جدا. حاسة السمع عند السمكة جدا جدا قوية. أيضا هناك حاسة أخرى جدا مهمة اللي هي الخط الجانبي، فالخط الجانبي عند السمكة جدا مهمة بمثابة الزنزر، فهي تحس بالضغط الجوي وتحس بدرجة الحرارة الماء، وأيضا تحس بالذبذبات. طالع الله خرعني. طبيعة مفاجآت. الخط هذا الجانبي طبعا تحس بالضغط الجوي، تحس في الأسماك اللي تسبح بجنبها، وأيضا تحميها من التصادم بالصخور ليلا والتصادم مع الأسماك الأخرى، فهي بمثابة الزنزر، حساسة جدا. هذا أيضا حاسة قوية جدا عند السمكة، الخط الجانبي هاي، فتحس أيضا بالذبذبات وبالأصوات. لذا عزيزي الصياد، لهذا يجب على الصياد الماهر، الصياد المحترف، اختيار اللون، لون الطعوم الصناعية حسب لون الطقس ولون البحر، أيضا الضوء.
لذا إذا أتت سمكة لتنظر إلى لون الطعوم الطعم الصناعي أو الميرور، إذا تخلت عنها فقد يكون لونها غير مرغوب وغير ملتفت وغير جذاب. لذا تكون أنت ارتكبت عزيزي الصياد خطأ وفوت عليك السمكة. لهذا يجب دراسة كل سلوك الأسماك، والمثل الإنجليزي يقول إذا كنت بتصيد السمكة ففكر مثل السمكة. ونقول أخيرا أهل البحر يعيشون. أخوكم الصياد حميد دشتي بسماعيل، مع السلامة.